بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي وأصحابي وأصدقائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم وسهلا في درس جديد من دروس مادة العلوم. طبعا هناخد ملخص المفهوم المادة في العالم من حولنا على قناتكم، قناة مصر للتعليم الابتدائي. طبعا بتمنى حضراتكم تعملوا سبسكرايب أو اشتراك على قناة مصر للتعليم الابتدائي وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، مع الضغط على زر إعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو لأصدقائكم وأصحابكم وحبايبكم عشان يستفادوا من الفيديو. طبعا أهم المصطلحات اللي موجودة في المفهوم، أول حاجة أو المصطلح المادة. إيه هي المادة؟ احنا خدناها طبعا في الدروس اللي فاتت. المادة هي أي شيء له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. تاني، ايه هي المادة؟ المادة هي اي شيء له كتلة ويشغل حيزا من ايه؟ من الفراغ. طيب ايه هو النموذج؟ طبعا احنا خدنا النماذج زي نموذج لفيروس، زي نموذج لكرة ارضية، زي مثلا نموذج للطائرة، زي نموذج مثلا للمجموعة الشمسية. ايه هو النموذج؟ النموذج هو نسخة مشابهة تماما للشيء الحقيقي الذي يمثله. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا لما بعمل نموذج للكرة الارضية ده بيبقى مشابه زي بالظبط زي الكرة الارضية الحقيقية. لما انا مثلا بعمل اجهزة جسم الانسان زي ما احنا درسناها في الشكل في الدرس اللي فات، طبعا ده بيبقى نسخة مشابهة تماما زيها بالظبط للشيء الحقيقي اللي هو ايه؟ اللي هو في جسم الانسان. ده بالنسبة للنموذج. يبقى ايه هو النموذج؟ اقول له ايه؟ هو نسخة مشابهة تماما للشيء الحقيقي الذي يمثله. طبعا حبايبي اهم النقاط اللي هي موجودة فين في المفهوم؟ توجد المادة حولنا في ثلاثة حالات واحنا عارفينهم واخدناهم. طبعا حالة صلبة زي السلك، حالة سائلة زي ماء الصنبور ماء الحنفية، حالة غازية زي بخار الماء. طيب ده بالنسبة ايه حالات المادة الثلاثة. في هناك العديد من الخصائص او المميزات التي تساعدنا على وصف المادة، زي ايه مثلا؟ المادة لها لون ولها ملمس ولها شكل ودرجة حرارة وحجم ودرجة ايه؟ صلابة. طيب تتكون المادة من ايه؟ من جسيمات متناهية الصغر. المادة تتكون من جسيمات متناهية الصغر، يعني صغيرة جدا بحيث ان انا لا استطيع ان اراها بايه؟ بالعين المجردة، يعني بعين ديت. طبعا بيختلف ترابط هذه الجسيمات مع بعضها وحركتها كمان باختلاف حالة المادة. طبعا حركة الجسيمات في الحالة السائلة أسرع من الجسيمات في الحالة إيه؟ في الحالة الصلبة. ويمكن قياس المادة كالتالي. إزاي؟ الطول، ممكن أقيس الطول بالعصا المترية أو شريط القياس. طب الكتلة أقدر أقيسها بإيه؟ بالميزان. طب درجة الحرارة أقيسها بالترمومتر. في بعض المواد تكون أصغر من أن تلاحظها أعين الإنسان، يعني ما تقدرش العين تشوفها، صغيرة جدا. يمكن رؤيتها بحاجة اسمها المجهر الإلكتروني زي الهواء. ما احنا حد يقدر يشوف الهواء؟ لا طبعا، لكن أستطيع رؤية الهواء بالمجهر الإلكتروني. طيب الجراثيم، حد يقدر يشوف الجراثيم؟ لا طبعا، أنا أستطيع أن أرى الجراثيم بالمجهر الإلكتروني. طبعا اهم المقارنات عندي ثلاث ايه مقارنات بالنسبه للماده الصلبه والماده السائله والماده ايه الغازيه. بدعوكم حبايبي للاشتراك في قناه مصر للتعليم الابتدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. طبعا شاركوني حبايبي، واتمنى طبعا ده شرف ليا ان كنتوا تكونوا موجودين معايا. وطبعا احنا ان شاء الله هناخد التدريبات اللي موجودة على المفهوم، تدريبات سلاح التلميذ والنماذج الامتحانات، وهنحلها مع بعضينا ان شاء الله بإذن الله تعالى. بالنسبة للمادة الصلبة حبايبي، شكلها محدد وحجمها محدد، زي مثلا ايه؟ زي القلم، زي مثلا الـ 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 المكتب، شكله محدد وايه وحجمه محدد. جسيمات المادة الصلبة مترابطة وقريبة من بعضها، وقريبة من ايه؟ من بعضها، بحيث لا يمكن ايه؟ لا يمكن فصلها. جسيمات المادة الصلبة مرتبة وتحافظ على شكلها من التغيير، وتحافظ على تماسكها في حالة الحركة وايه؟ والاهتزاز. ده بالنسبة للمادة ايه؟ للمادة الصلبة. طيب المادة السائلة،
تأخذ شكل الإناء أو الحاوية التي توضع فيها، ولها حجم محدد مثل إيه؟ مثل الزيت أو الماء. جسيماتها تترابط ببعضها برباط أقل قوة من رباط المواد إيه؟ المواد الصلبة. يعني دي روابط المادة الصلبة قوية، لكن دي إيه؟ أقل قوة. تتحرك بحرية وتنفصل عن بعضها بسهولة، زي ما أنا حبيت مثلا إن أنا إيه أملى كوباية إيه؟ كوباية مية، تمام كده؟ ممكن أملى نصها، ممكن أملى ربعها، ممكن أملها كلها، تمام؟ المادة إيه؟ المادة الغازية. المادة الغازية ليس لها شكل أو حجم ثابت، زي إيه؟ زي الهواء الموجود مثلا حولنا. جسيماتها لديها حيز كبير وطاقة كبيرة وغير متماسكة، وتتحرك بحرية تامة. طبعا حبايبي كده احنا خلصنا ملخص المفهوم، المادة في العالم من حولنا. بدعوكم حبايبي للاشتراك في قناتكم، قناة مصر للتعليم الابتدائي، مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والنجاح بإذن الله تعالى. وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله، حل النماذج إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.